أرحب بحضراتكم اليوم في استكمال رحلتنا الثقافية التاريخية اللي بدأناها عن أصل الحضارة في مصر، وننتقل بحضراتكم من أصل الحضارة إلى مبدأ الإنسانية في رحلة من مصر إلى الهند، حيث وضع آدم عليه السلام أول قدم له على الأرض كما يقال في جزيرة سريلانكا على جبل سرانديب الذي يبلغ ارتفاعه 2000 متر فوق سطح البحر، في رحلة أو في بلاد كما يقال عنها أو كان يقول عنها الرحالة بلاد الهند والسند وبلاد تركب الأفيال. فبلاد الهند مشهورة بالأفيال وبها جميع الحيوانات، وسماها المؤرخون القدماء جنة الله في الأرض. وبلاد الهند بلاد كبيرة متسعة دخلها الفتح الإسلامي منذ القرن الثالث في وقت الثالث الهجري في وقت مبكر. ومعنا ومع حضراتكم في رحلتنا اليوم 3 كتب، أولها هو كتاب ابن بطوطة الرحالة العربي الشهير، وثانيها هو كتاب المؤرخ الإنجليزي ويل ديورانت اللي هو كتاب قصة الحضارة، وهذا الجزء عن الهند، وثالثها هو كتاب الدبلوماسي المصري عبد الرحمن حمدي، وده كان سفير لمصر أو ملحق تجاري لمصر في الهند من سنة 47 لعن سنة 69. والأستاذ عبد الرحمن حمدي هو أخو الممثل عماد حمدي أخوه التوأم كما يظهر لحضراتكم في الصور هنا. وهذا كتاب ممتع يأخذنا فيه في رحلة إلى الهند ثم الاتحاد السوفيتي ثم إلى إيطاليا وألمانيا ثم إلى إيران، ولكن إحنا النهاردة هنتكلم عن الجزء الخاص في هذه الكتب بالهند، ونصحح مفاهيم في التاريخ كانت مغلوطة، ومدى الارتباط بين الاحتلال الإنجليزي لمصر والاحتلال الإنجليزي للهند. السلطان محمود الغزنوي فتح الهند في القرن الثالث الهجري، والسلطان محمود ده كان سلطان غزنة وهي منطقة في شمال أفغانستان، وكان سلطان قوي فتح شمال الهند اللي هي منطقة الباكستان حاليا. طبعا الهند كانت تضم باكستان وكشمير وبنجلاديش، كل ده كان داخل الهند. مساحة طبعا باكستان وبنجلاديش انفصلت عن خروج الإنجليز في أربعينيات القرن الماضي زي الفتنة اللي بيعملوها، كل ما يجوا يطلعوا من بلد لازم بيسيبوا أهلها في حالة احتراب. بعد ما السلطان محمود فتح الهند توالى العمليات الغزو الإسلامي أو الفتح الإسلامي للهند، استمرت هذه المرحلة لحوالي 5 قرون من الزمان. بعد ما التتار والمغول اجتاحوا العالم الإسلامي هم اعتنقوا الإسلام، في جزء منهم طلع لمنطقة روسيا وفي جزء رجع لآسيا تاني، وبدأوا إن هم يدخلوا الهند وينشروا فيها الإسلام. ظل السلاطين المسلمين حوالي 5 قرون من الزمان سلاطين الهند، حتى بدأ الأوروبيين يفكروا في غزو الهند وإخراج المسلمين منها أو نشر المسيحية فيها إن استطاعوا. بعد خروج المسلمين من الأندلس في القرن الـ15 الميلادي بدأ البرتغاليين، كان في عندهم عداء شديد للمسلمين، وبدأوا إن هم عايزين يغزو المناطق الشرقية من العالم الإسلامي. والهند كانت مشهورة بالتوابل اللي بتروح لهم من الهند والحرير اللي بيروح من الصين، فأصبح الطريق مع قيام الدولة العثمانية الطريق البري الشمالي أصبح معطل،
والطريق التاني اللي كانت بتروح منه التجارة إنها كانت بتيجي بحريا عن طريق البحر الأحمر ثم إلى السويس، ثم تحمل على الدواب إلى منطقة الفرمة أو بورسعيد أو إلى اسكندرية ثم إلى البحر المتوسط وإلى أوروبا ثانية. هما النهاردة في عندهم عقبتين في هذا الطريق، العثمانيين في الشمال والدولة المماليك كانت في مصر في يعتبر في جنوب الطريق بتاعهم ده. حابوا إن هما يحرموا مصر من عوائد هذه التجارة، فبدأ كريستوفر كولومبوس يبدأ فاسكو دي جاما، بدأ إن هو عايز يوصل للهند عن طريق غير إيه غير مصر وغير الأناضول، فبدأ إن هو يلف حوالين رأس الرجاء الصالح ويصل إلى شواطئ الهند الغربية ما يسمى بساحل المالبار، وحيث هناك مدينة بومبي من كبرى مدن أو أكبر مدن الهند في الساحل الغربي، والمدينة دي كانت أغلب سكانها من المسلمين. فاسكو دي جاما ما كانش رحالة زي ما هم فهمونا في التاريخ، لا ده كان قائد عسكري برتغالي، وكان معه من الجنود نفس المؤرخ الإنجليزي ويل ديورانت مؤلف كتاب قصة الحضارة أطلق عليهم قراصنة البحر. ما كانوش رحالة بالمعنى المفهوم، ولكن كانوا غزاة وصلوا إلى ساحل الهند الغربي، وبدأوا يطلبوا من حاكم الهند إن هم يعملوا مستعمرة في المنطقة ديت. الراجل زي ما هو بيقول هنا ما فهموش، اللي هو الحاكم الهندي ما فهمش اللغة بتاعتهم وفكرهم عايزين يعملوا عملية تبادل تجاري، فوافق. حطت السفن البرتغالية ومن بعدها الفرنسية على الساحل الغربي للهند، وبدأوا بأعداد قليلة إن هم يتواجدوا في هذه المنطقة، وبدأوا ينشروا الديانة المسيحية التي لم تلاقي قبولا في الهند ولم تضاهي أعداد المسلمين اللي هم المسلمين وصل عددهم في الهند بنهايات الحكم الإنجليزي لما يفوق ثلث سكان الهند اللي هم بالغ عددهم دلوقتي حوالي 1.5 مليار من السكان. يبقى هنا البرتغاليين ما كانوش بيكتشفوا البحار عشان ده كانوا عايزين يغزوا العالم الإسلامي، وبدأ البرتغاليين هم يسيروا رحلات أو أسطول لغزو مدينة جدة ووصولا منها إلى الحرم النبوي الشريف وهدمه، ولكن السلطان الغوري سير لهم أسطول من مصر تصدى الأسطول المصري للأسطول البرتغالي وهزمه في معركة جدة وطردهم. فالتفوا وبدأوا إن هم يقيموا علاقات مع الدولة الإيرانية الصفوية الشيعية اللي موجودة في إيران، والدولة دي تحالفت مع البرتغاليين وأعطتهم مقاطعة في منطقة هرمز علشان هم برضو يستطيعوا الوصول منها إلى الأراضي العربية، ولكنهم إيه في النهاية لم يستطيعوا. ظل الأمر على هذا لسنوات. كان الأسطول المصري بيجوب البحار من البحر الأحمر إلى المحيط الهندي وبحر العرب، ويقبض على بعض السفن الفرنسية وبعض السفن البرتغالية، وكانوا بيجيبوا حتى أسرى لمصر منهم في أواخر حكم السلطان الغوري. لما يجوا إن العثمانيين سيطروا على مصر أصبحت الطرق كلها دلوقتي مقفلة أمام الإنجليز، ففكر الإنجليز إن هما بقوتهم الكبرى في البحار يدخلوا بقى فين؟ في عملية احتلال الهند. دخلوا في البداية على شكل عملية تجارية، فأنشأوا شركة لتجارة التوابل والفحم سموها شركة الشرق الأدنى للتجارة، والشركة دي بدأت تروح بقى مش في الساحل الغربي للهند، لا بدأت تروح عند مدينة كالكتا اللي هي كبرى مدن الساحل الشرقي للهند، وبدأت إن هي تشتري الأراضي من الهنود وتشتري منهم التوابل، وبدأت إن هي في عملية توسع استغلت خلالها الهنود إنهم ما يعرفوش الأسعار ديت، وبدأت تاخد التوابل اللي هي القيمة اللي هي تشتهر بيها الهند دي وتبيعها في أوروبا بأسمان غالية. في ما قبل دخول الإنجليز على الخط كان سلطان الهند سلطان مسلم زي ما احنا قلنا، لقرون عديدة ظل المسلمون متسيدون شمال الهند لعند ما جاء السلطان اللي هو أشهر سلاطين الهند المسلم يسمى محمد، وكان الهنود بيطلقوا عليه أكبر،
يمكن حضراتكم لو حد شاف بعض الافلام الهنديه كان معمول افلام عنه، عن الايه الخوارق. السلطان محمد ده عمل توحيد للهند تحت سلطانه، وكان سلطان قوي. ثم جاء من بعده عده سلاطين، منهم جيهان كير، ثم ولده جيهان شاه. السلطان جيهان ده اللي هو ايه انشا المدفن الشهير لامرأته في الهند، تاج محل. وتاج محل ده من يعني قمة العمارة الإسلامية. هو كان عبارة عن مكان صغير زي قصر صغير، هو عبارة عن مدفن كان أنشأه لزوجته اللي تسمى باسمه ممتاز محل. وهذا القصر محاط بالمساجد والقباب والمآذن، وهو تحفة، هو ما زال موجود إلى الآن. ثم جاء من بعده سلطان مسلم برضه يسمى أورنجزيب. بدأت العمليات الخلافات تدب. دخل الإنجليز بدعوى حماية امتيازاتهم لشركة الشرق الأدنى، وزي ما دخلوا في مصر عشان يحموا برضه رعاياهم فاحتلوها، بدأوا برضه يدخلوا في الهند في وقت مبكر عشان ايه يعني، وسيطروا على املاك الشركه الانجليزيه الارض بتاعتهم، زي ما اشتروا ارض فلسطين وقالوا بتاعتنا لليهود، برضو اشتروا اراضي في الهند وقالوا بتاعتنا. بدات الحكومه الانجليزيه تدخل بجنودها في احتلال رسمي للهند، استمر 300 سنه لغايه سنه 1945 او 46. خلال الفتره ديت الانجليز استنزفوا ثروات الهند من الفحم ومن الحديد ومن التوابل ومن الأشجار. والهند زي ما بيقولوا جنة الله إيه في الأرض هي بلد متنامية الأطراف، تبلغ مساحة الهند الحالية 3.5 مليون كيلو متر مربع، فيها جميع صنوف الحيوانات، وفيها جميع برضو إيه أشكال الإيه البشر، وفيها كثير من الإيه الديانات، منها كثير من الديانات الوثنية ومنها المسلمين طبعا بشكل أغلبية في الهند. و6% كانوا من المسيحيين اللي هم جاءوا إيه نتيجة التبشير، عام التبشير البرتغالي. الهند ما هيش كانتش بلد واحدة، ده هي عبارة عن شبه قارة زي ما بيقولوا، فكانت عبارة عن ولايات، كل ولاية عبارة كدولة داخل الهند بيحكمها ملك من الهندوس في الجنوب، وبيحكمها والي أو حاكم من المسلمين، وعلى رأسهم السلطان الأكبر في مدينة دلهي القديمة عاصمة الهند. ابن بطوطة في رحلته لما زار الهند كان في عهد السلطان محمد، وقعد معاه واستمر يتنقل بين بلاد الهند 20 سنة، حتى ان هو عينه ومسكه القضاء هناك بصفته جاي من الغرب الاسلامي وعالم باحكام الدين الاسلامي. مسكه ابن بطوطة لفترات كقاضي للقضاء في الهند، والسلطان محمد استعان بيه ان هو بعته على رأس ارسالية كبيرة الى ملك الصين يتوسط بينهم في خلاف كان نشب بينهم على الحدود. ابن بطوطة في كتابه ذكر كثير من عادات أهل الهند في الماضي، واستعرض إيه سبل معيشتهم، وفضل عند ما وصل لجزيرة سيلان أو سريلانكا اللي هي في الجنوب الهندي. وفي هذه الجزيرة يوجد جبل سرانديب، وهو جبل مرتفع عليه أثر قدم يقال إن هو لسيدنا آدم عليه السلام عندما هبط إلى الأرض. والكلام ده ذكره كثير من المفسرين الإسلاميين زي القرطبي ابن كثير وابن جرير الطبري. وهذا الأثر على قمة جبل، الناس بتروح تزوره، المسلمين والمسيحيين بيروحوا يزوروه، بيصعدوا هذا الجبل في يمكن بيقعدوا يوم عم يطلعوه على درج من الإيه من الأحجار. وهذا الأثر عبارة عن قدم طوله تقريبا 3.5 متر، وهما بيقولوا هو بيتناسب مع ايه حجم سيدنا آدم عليه السلام عندما أهبط من الجنة، وكان طوله ايه 60 ذراع كما هو ثابت في بعض الايه الأحاديث أو الآثار. وحتى إن هو ابن بطوطة برضه ايه طلع الجبل ده وشاف هذا الأثر اللي هو أثر قدم آدم في الصخر، وقال إن هو حط أول قدم على الأرض في هذا الجبل
جبل سرنديب، ثم إيه بدأ إن هو إيه يستكمل رحلته، حيث التقى والسيدة حواء على إيه جبل عرفات. كثير من الرحالة والمؤرخين المسلمين زاروا هذا المكان، وصفوه بلد فيها كثير من الإيه الأحجار، لجزيرة سريلانكا ديت فيها الأحجار الكريمة والياقوت واللآلئ غنية بهذه الأشياء، وهي كانت منفى برضه للزعيم أحمد العرابي ورفاقه، حتى فيه إن هم برضه كانوا زاروا هذا الأثر في اليوم اللي بيحتفلوا بيه، بيسموه يوم مولد إيه آدم، وبرضه وصفوه في الرسائل بتاعتهم. الناس اللي هم الهندوس هناك بيعتقدوا إن هذا القدم هو قدم لبوذا أو إيه ما شابه ذلك. الهند بتشمل على 1000 نوع تقريبا من الحيوانات، وبها العقار كان في عهد المؤلف ده بيقول 200 مليون، دلوقتي هم تعدوا العدد ده بكثير، وهم لا يأكلون الأبقار الهندوس، لأنها في ديانتهم هم بيعبدوا هذه البقرة. هم برضو بيعبدوا، في منهم ناس بيعبدوا التعدين، وناس بيعبدوا الطاووس، ويعني ديانات مختلفة في الهند. وفي الهند برضو آثار من المجوس. المجوس كانوا لما المسلمين فتحوا منطقة فارس، فر بعضهم إلى غرب الهند، ولا تزال طائفة منهم بيتكلم عنهم الأستاذ عبد الرحمن حمدي، إن هم موجودين هناك، ومن طقوسهم إن هم لا يدفنوا موتهم، وإنما عندما إيه يموت منهم أحد فإنهم يضعونه على أبراج عالية ويتركونه لطيور العقاب إيه تأكله. طيور العقاب دي طيور أكبر من النسور بتاكل الجيف، وهو رأى إيه العملية دي الراجل بنفسه الأستاذ عبد الرحمن حمدي، ووصفها في رحلته الشهيرة إلى الهند عندما كان ملحق تجاري بالسفارة المصرية في الهند. وبرضه لما نتكلم عن السفارة المصرية في الهند، الراجل حتى كان هناك من سنة 47، وبيقول إن الهنود كانوا خاصة المسلمين منهم بيكنوا للسفير المصري أو للممثل التجاري المصري مكانة كبيرة جدا، باعتبار مصر هي كبرى الدول الإسلامية والمدافعة عن الإسلام من بدايات قديمة، وكانت لمصر في نفوس المسلمين في شرق آسيا مكانة كبيرة، والأزهر الشريف مكانة كبيرة في نفوسهم أيضا. من برضو أنواع الحيوانات اللي في الهند، هناك النمر البنغالي، وهو أشرس حيوان في العالم، وده بيوجد في مناطق شرق الهند، وفيها التعابين بأنواعها، طبعا مشهورة الهند بالتعابين، فيها التعابين بأنواعها، وفيها من الفيلة الهندية بمختلف ألوانها، من الفيل الأبيض إلى الفيلة الملونة، وفيها الخرتيت أو وحيد القرن ذو القرن الواحد، اللي هو بيختلف عن الخرتيت الأفريقي اللي هو له إيه قرنين في مقدمة أنفه. وفيها برضه هناك الجاموس الهندي، اللي هو برضه كان هو أساس الجاموس المصري. الجاموس المصري أساسه إن إحنا جبناه من الهند، لأن الجاموس مش بيوجد في أماكن كثيرة في العالم، ولكن أماكن وجود الجاموس هتلاقيها في الهند وفي إيه في مصر، ديت الأماكن القديمة لوجود الإيه الجاموس. الجاموس المصري أصله من الهند، يعني الاسم القديم للهند بهارات، ولذلك كلمة بهارات اللي إحنا بنقولها على الفلفل والحبهان والحاجات ديت نسبة إلى الهند. هما أهل الهند ده ما كانش يعرفوا بلدهم إنها باسم الهند، ولكن يعرفوها باسم إيه بهارات. في هناك برضو الثعلب الأبيض، قد لا يوجد إلا إيه في الهند، وزي ما قلنا جميع أنواع التعابين موجودة في الهند وبكثرة، ويمكن لها ضحايا سنوية كثيرة. موجود برضو في الهند جميع الأشجار، موجود شجر جوز الهند الشهير، وهم بيستخدموا الزيت بتاعه في حياتهم بديلا عن السمن. وموجود طبعا شجر الصندل والعود والأشجار اللي هي ذات الرائحة الكريمة، وهم بيستخدموها الهندوس، لأن الهندوس ما بيدفنوش برضو موتاهم ولكن بيحرقوها، فهم بيستخدموا هذه الأشجار الغالية الثمن ذات الروائح الطيبة في حرق موتاهم من الهندوس. هناك برضو في الهند بعض الهندوس في طائفة السيخ،
وهي طائفة كبيرة بتمتاز بالإيه؟ بالشجاعة والشراسة في القتال. الهند بتقوم على نظام بيسمى نظام الطبقات، والطبقات دي مش طبقات بناء عن هي ارستقراطية يعني عن المكانة الاجتماعية والفلوس، لا ده هي طبقات عرقية بتتعلمهم وترأسهم طبقة البراهمة، وهي منها الكهنة بتوع الهندوس، ومنها في الغالب بيكون إيه حكام الولايات في السابق أو حكام الإيه الهند في الحالي، وهم بيسموهم طبقة إيه النبلاء. ودي الطبقة ديت لها حقوق مطلقة ويمكن ما بتتحسبش على حاجة قدام القانون مطلقا. يليها طبقات أقل منها، بيكون منهم مثلا قادة الجيش، ثم تليها طبقة تكون منها الوزراء، الوزارة أو الوزراء، وثم يليهم طبقة بيكون منهم الإيه العمال أو الموظفين، ثم يليهم طبقة خامسة تسمى طبقة المنبوذين. وطبقة المنبوذين ديت من وصمة في جبين الهند، لأن هم لا يعترفون لهم بأي حقوق ولا يسمحون لهم بالعيش معهم في بدنهم، حتى ولا الشرب من المياه اللي بيشربوا منها، ولا يسمحون لهم بارتداء الأحذية في أقدامهم، ولا يسمحون لهم بالعمل في أعمال إلا الأعمال زي ما أعمال القذر، أعمال تنظيف الإيه المراحيض وأعمال القمامة فقط. هم بيعتبروهم إن هم أنجاس، حتى لو واحد منهم دخل محل أو كده بيبدأوا إن هم يغسلوه ويطهروه بعد ما يدخل. طبعا المسلمين اللي في الهند ما بيعترفوش بالكلام ده، ولكن الكلام ده توجه بين الإيه الهندوس والسيخ، وهي اللي هي الطوائف الوثنية اللي هي موجودة في الهند. الإنجليز لما يجوا يطلعوا من الهند بعد ما احتلوها 300 سنة، وكان سبب إن هم احتلالهم لمصر إن هم عشان يستولوا على قناة السويس اللي هي طريقهم مستعمراتهم فين في الهند، لما يجوا يطلعوا من الهند بدأوا إن هم يشجعوا طبقة الهندوس إن هي تتولى الحكم بعد ما كان المسلمين هم اللي متولين الحكم، وبدأوا إن هم إيه يعلوهم في المناصب على المسلمين، وبدأوا يبعتوهم في الجامعات بتاعتهم في أوروبا وأمريكا يتعلموا علشان هم يعملوا إيه عند خروجهم، يبدأ أعمال الفتنة دي. لما يجوا الإنجليز يخرجوا في أربعينات القرن العشرين، كانت الهند فيها صراع طائفي رهيب ما بين المسلمين وما بين الإيه الهندوس. انتهى هذا الصراع وهذا الاحتراب إلى إن هم فصلوا المسلمين اللي بيقول عليهم من أصول أفغانية أو مغولية في دولة بنجلاديش في الشرق ودولة باكستان في الغرب، ولكن مع ذلك ظل كثير من المسلمين الهنود في داخل الهند، حتى يقدر عددهم الآن بما يقرب من 350 مليون مسلم داخل الهند الحالية، غير اللي هم موجودين في بنجلاديش أو في الباكستان. وبرضه الإنجليز لما يجوا يخرجوا سابوا مشكلة بين باكستان وبين الهند اللي هي إيه مقاطعة جامو وكشمير، ومسمى جنة الله على الأرض. المقاطعة دي غنية جدا بتوابل الزعفران اللي هي مرتفعة السمن، وبزهور النادرة، وبصوف الكشمير اللي هو بتوجع على إيه صوف أغنام كشمير ذو الشهرة العالمية. فعينوا مهراجة هندي عند خروجهم حاكم لكشمير اللي هي أغلبيتها سكان مسلمين، 90% من سكانها مسلمين. وما إن خرج الإنجليز بدأت الحرب بين باكستان وبين الهند، وتم تقسيم كشمير. الهند خدت تلتين المساحة وباكستان خدت الثلث المتبقي منها، وما زال النزاع قائم بين الهند وباكستان على هذه الولاية، ولاية إيه كشمير في شمال الهند. كانت الهند بتمتد إلى مناطق تايلاند وبورما اللي هي فيها مشاكل المسلمين دلوقتي، ولكن مع الاحتلال بدأوا إن هم يفصلوا هذه المناطق ويعملوها دولات دويلات مستقلة، وحتى إن المسلمين لغاية دلوقتي في لهم مشاكل ومضطهدين في هذه المناطق، وهذا هو من نتاج الاحتلال الأوروبي لهذه المناطق. كنا مع حضراتكم في هذه الرحلة السريعة، الوقت لا يتسع عشان نحن نتكلم في الكتب دي كلها، وتكلمنا من أصل الحضارة في مصر، رحلتنا كانت إلى بداية الإنسانية وأول خطوة لسيدنا آدم عليه السلام
في جبل سرنديب في جزيرة سريلانكا جنوب الهند، وكما يقال إن الهند هي جنة الله في الأرض، وما تزال منطقة الهند وما جوارها هي فيها العدد الأكبر من المسلمين في العالم. وإلى أن نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان معكم محمد عبد اللطيف في هذه الجولة الثقافية.